أن الفترات الحروب دائما تصنع تكتلات في العالم، ونحن نرى هناك ميول أنه بدل الارتباط والتواصل نجد ميول إلى إحداث تكتلات جديدة أو نظام تكتلات جديد. المجر ليست معنية بذلك وليست من مصلحتها. إذا كان هناك تكتل ما بين الشرق والغرب وقفوا أمام بعض ككتل، هذا سيء جدا بالنسبة للمجر. نحن تعلمنا من التاريخ أنه كلما كان هناك تكتلات فإن أوروبا ومن بينها المجر دائما تخسر. لذلك فإننا أمام فرصة كبيرة عن طريق علاقتنا مع جمهورية مصر العربية للعمل ضد التكتل ولزيادة الارتباط والتواصل. مستضيفونا الأعزاء، المجر ممتننة بشكل خاص للمجر في مسألة الهجرة. هذا موضوع كبير. ما الذي سيحصل للبشرية؟ وهل يستطيع الشعوب أن يبقوا في أوطانهم أو يحتفظوا بأوطانهم أو أن يكون هناك حركة عامة تغير كل شيء؟ نحن ننتمي إلى من لا يريدون بأن يتوطن في العالم أشخاص بلا وطن بلا شيء، منسلخون عن أوطانهم ويشكلون أزمات جديدة بحركات السكانية الضخمة. لذلك نحن نسعى لمساعدة كل شعب على أن يبقى في بلده ويعيش بكرامة في بلده. لذلك يجب علينا أن نأخذ موقفا واضحا من الهجرة غير الشرعية، ونجد بأن هناك خط دفاع لأوروبا في شمال أفريقيا، والقلعة الأحصن فيها والأقوى فيها جمهورية مصر العربية. لولا وجود مصر ولولا ممارسة سياسة مصر لما تمارسه، فإن أوروبا ستكون الآن غارقة في مشاكلها. إن استقرار مصر والعمل الذي تقوم به مصر مرتبط بشكل وثيق جدا بأمن أوروبا وبأمن بلدنا. للعمل الذي تقومون به أوروبا يجب أن تكون ممتنة وتكون شاكرة على العمل الذي تقومون به وعلى عملكم بشكل خاص فخامة الرئيس. نحن بدورنا نسعى بكل ما بوسعنا للتعبير عن هذا الشكر والامتنان والدعم الذي تستحقه. أخيرا أود أن أخبركم بأننا أجرينا مفاوضات رائعة في العلاقات الثنائية، وهناك أيضا منتدى رجال أعمال يشارك حاليا يجري، يشارك فيه شركات مجرية ومصرية 86 شركة، وهذا يشير إلى قوة العلاقة بين البلدين. وكذلك سنستطيع أن نشكل تعاون في مجال الطاقة النووية. نحن للأسف يجب علينا أن نغطي طاقتنا عن طريق استيراد الطاقة، ونجد حلا مع جمهورية مصر العربية أنه بعد 2026 سوف نستطيع شراء الغاز المسيل من عندكم. وكذلك نحن سعداء لأن نقول لكم سيكون هناك تعاون في مجال الصناعة، وأقول لكم أن لن نبيعكم فقط منتجات لكننا سنأتي أولى هنا لتشكيل شركات مجرية مصرية مشتركة، ونصنع هنا في مصر ونوطن صناعة منتجات رائعة وممتازة في مصر ذات مستوى عالي. وأخيرا نحن سعداء بأنكم ترسلون إلينا شبابكم من بنات وشباب. نحن سعداء أن نستقبل كل سنة 200 طالب مصري، لأنهم هم الذي سيصبحون في المستقبل الجيل الجديد الذي سيواصل هذه العلاقة إن شاء الله المتينة التي نجحنا في بنائها في السنوات الماضية. أستطيع أن أقول لكم بأن ما نجحنا بالقيام به اليوم قد قمنا به، ولذلك أنا أشكركم فخامة الرئيس على المفاوضات وعلى الفرصة. شكراً.